السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كان لدينا محاضرة ضمن سلسلة محاضرات التعليم الإلكتروني للأستاذ أحمد. تعذر الدخول عليه في الميت، يبقى حنقدم محاضرة بديلة بدون إعداد مسبق. حنتكلم عن الموضوع بشكل عملي مهم جدا بالنسبة للباحثين، اللي هو البحث في جوجل، البحث المتقدم، البحث العلمي، كيف تعمل بحث عن صورة أو ملف أو صوت بشكل سريع ودقيق ويعطيك النتيجة بنفس المستوى. تابع معايا المحاضرة وحتكون كلها عملية، حتى ما في عرض بتاع باوربوينت. معاكم أستاذ علاء الدين عبد الوهاب، محاضر بعدد من الجامعات منذ 2002، الماستر بتاع علوم الحاسوب 2004، متخصص في التعليم الإلكتروني وتقنياته، مؤسس لصفحة التعليم الإلكتروني في السودان على الفيس، وفي قناة بتاع التليجرام هي مركزة على تدريب أساتذة الجامعات، لكن ما في مانع انضمام الطلاب وغيرهم من الفئات إلينا. الآن نقدم محاضرات يومية في يناير 2021 بشكل يومي الثامنة صباحا بتوقيت الخرطوم، يوميا طوال شهر يناير. كل المحاضرات مسجلة على قناة اليوتيوب، تابعونا على قناة اليوتيوب. نبدأ المحاضرة بسم الله. اليوم نتحدث عن البحث والبحث المتقدم والبحث العلمي في جوجل. سكرين للشاشة. طيب لو لاحظنا الشاشة واضحة يا عبد الرحمن. عبد الرحمن نعم، واضحة الشاشة في الشير مود؟ الشاشة واضحة. نعم، أيوة. أنا عندي هنا جوجل، دي المنتجات بتاعت جوجل، التطبيقات بتاعت جوجل، اليوتيوب، الجيميل، الجوجل درايف. اتكلمنا على اليوتيوب قبل كده وعن الجيميل والجوجل درايف، تلقوا الروابط في محاضرة. اليوم هنركز الحديث على جوجل أو جوجل بيروم. المصفح هو اسمه جوجل بيروم. أول حاجة لازم الأستاذ يكون عنده حساب في جوجل، اللي هو بتكون عامل حساب في الجيميل. الجيميل هو منتج لشركة جوجل يهتم بالبريد الإلكتروني. بعد ما يكون تعمل الحساب، كل مرة عاوز تبحث لازم تدخل لحسابك الخاص، أفضل عشان تكون حافظ النتائج تحت البحث وغيره طيب أنا بدخل الإيميل، بكتب الباسورد بتاعي. لأنه بالعربي كان يلا لاحظ معاي، نحفل الكاميرا ونتابع. لاحظ اسمك، اللوجو بتاعك في جوجل لما تدخل بيظهر هنا الصورة، أيضا التطبيقات بتاعت جوجل لما تدخل لها وانت داخل في الحساب كلها بتدخل معاك من الحساب، اللي هي الخرائط، البحث، الحساب، الجيميل، والجوجل درايف، والصور، والأخبار، واليوتيوب. نحن اليوم هنهتم ب هنا أنا داخل في الصور. طيب
لو الواحد عاوز يبحث عن أي مستند وهو داخل في الصور بيكتب مثلا عاوز يبحث عن الخرطوم، انت هيديك نتائج البحث عن الخرطوم اللي هي صور، فقط صور، لا عاوز كل النتائج. يعني الخيار الأول السهل إنك تغير من الأعلى، إما تختار الكل هيظهر كل البحث عن الخرطوم الكل، أو تختار الأخبار هيبحث لك عن الأخبار التي وردت فيها كلمة الخرطوم. إذا أنت كتبتها باللغة الإنجليزية هتظهر معاك باللغة الإنجليزية. هنا دي النتائج مثلا 20 في الصفحة الواحدة، لما تضغط دي الصفحة رقم واحد، الصفحة رقم اثنين فيها برضه 20 نتيجة، الصفحة رقم ثلاثة بنفس الطريقة 20 نتيجة، أكثر من 11، كل نتيجة في عدد من الصفحات. أنا واقف في الخرطوم وضغطت على الكل، ظهرت كل النتائج عن الخرطوم. الأخبار، ظهرت كل النتائج عن الأخبار. الصور، ظهرت كل النتائج عن الصور. يبقى دي طريقة بتاعت بحث أولى سريعة قبل ما نصل للبحث المتقدم. الفيديو، هيظهر لي فقط الفيديوهات اللي وردت فيها الخرطوم في النص بتاعه أو في المحتوى بتاعه، لاحظ كلها فيديوهات. وتحت تاني في خيارات، ممكن أصل تحت وأجد خيارات. دائما طبعا هو في نتائج الأعلى في البحث بتظهر هنا، وبعديها نتائج تانية برضو غير الكل والأخبار وصور. تجد الفيديو، تجد هنا في المزيد ممكن تبحث عن الكتب. أنا كاتب الخرطوم في مكان البحث، ظهر شنو؟ الكتب عن الخرطوم. ممكن أعمل لها داونلود، غير من أشياء أضغط عليها. بطريقة أولى وسهلة. ما تنسوا المزيد. أموال، الخرطوم طبعا ما فيها أموال، الكل. دي الطريقة الأولى السهلة للبحث عن نفس الكلمة اللي هي الخرطوم كانت. صور أو فيديو أو رحلات علمية أو الكل أو خرائط أو الأخبار. طيب أنا ممكن لسه موجود في الخرطوم، لاحظوا في الصور الخرطوم وصور. أنا عاوز أضيف حاجة للبحث، داير أنزل صورة، داير أحمل لي صورة واحدة من الصور دي، مثلا هنا الصورة اللي فيها جامع مسجد النيلين، بضغط عليها ممكن بيمين الماوس، ما يختار أحفظها في شكل بتاع لينك سيف لينك أصل، لا أحفظها صورة داخل جهازي. يعني اضغط على اليمين الصورة عشان احملها، انا محتاج اضعها هناك في العرض بتاع الباوربوينت بتاع المدرسين والطلبة او غيره في اي مجال كان. فبعمل سيف ايميج اس، ضغطت على سيف ايميج اس، مكان هتحفظ فيه والاسم. انا ممكن اكتب مسجد النيلين صورة كده، انا هتعمل لها داونلود. لاحظ الامتداد اسمه جي بي اي جي، يعني صوره، وعملت لها حفظ وين؟ في الفولدر ده الدوكمنت المستندات بتاعتي، ضغطت عليها الصوره، لاحظ في الاسفل قاعد تتحمل صوره مسجد النيلين. بعديها انا ممكن امشي للمكان اللي خزنت اللي وضحت فيه الصوره في الدوكمان في المستندات كانت، لاحظ صورة الخرطوم ظهرت معانا هنا، بضغط عليها. بعد ذاك الصورة أنت بتستطيع إنك تعمل لها تحرير طوالي، واحدة من برامج الصور بتظهر معك مجرد ما ضغطت على الصورة دي، مخزن على الجهاز بتاعي، ما يعني ما شغل بها ولا والله حسي حاليا. في الصورة بيديك فرصة هنا في تلقى البرامج العادية السهلة، فرصة بتاعت حذف أو تكبير للصورة أو استدارة. لاحظ أنا بعمل استدارة للصورة، والصورة ذاتها أنا ممكن أعمل كت
لجزئية معينة، هنا علامة القص لجزئية معينة. تحرير وإنشاء، ممكن أعمل لها تحرير وأعدل فيها زي ما داير، ممكن أعمل لها مشاركة للشاشة. أنا بفضل دائما الصورة الواحد يقوم يعمل لها. هنا برضو لو ضغطت عليها ممكن لاحظ الصورة تجي فيها التحكم بالأشياء دي، وممكن توديها البرنامج بتاع الرسام وتشتغل عليها زي ما عاوز. ممكن ترسم عليها، لاحظتها الرسيم وغيره عليها، ممكن تشتغل عليها على الصورة وتعمل تعديلات وتعمل عوامل بتاع التصفية وتعمل لها غص وتعمل لها تدوير وتعمل لها غيره من الأشياء، وبعد ذلك تنسخها أو ممكن تشيلها لبرنامج الرسام أو الفوتوشوب أو واحد من البرامج اللي بتشتغل عليه وتعمل التعديل العاوي. حتى في اللون بتاعنا ممكن اضغط على تعديلات واغير الالوان بتاعتها لفاتح او لغيره، وازيد النسبه بتاعت اللون يكون فاتح او يكون الالوان والاضاءه الوضوح بتاعها. لاحظ هنا الوضوح بقى كيف، وهنا بقى اقل. ممكن اتحكم فيها زي ما داير، ممكن اعمل قص. لاحظ انا ممكن اعمل قص لجزئيه معينه، بعد ما تضغط على القص تقوم تصغر الجزئية اللي عاوز تعمل لها غص. هذه الجزئية دي ده رقص بس بعد ذاك تعمل الغص وتضيف التعديلات العاوز ليها، او بعد ذاك تشيلها تضعها في المكان انت العاوز تشتغل عليه. ممكن تحفظ نسخه منها، لاحظ في الاسفل يتم الان حفظ نسخه من الصوره المسكره. الدور ده دي صوره الخرطوم، شنو بس للبرج اللي اخذته، ضيف له رقم عشان يحفظ لي باسم ثاني. تستطيع كده تحفظ الصوره، لاحظ الصوره ظهرت ايه، بس الجزئيه بتاعت البرج بس. ودي برضه ممكن يشتغل عليها تحرير وغيره من الأشياء. دي كانت في الصورة. و طيب احنا لسه مواصلين في الصورة، وعندك لما نرجع البحث قلنا الكل ونحن في الخرطوم. عندك هنا مؤشرين في جوجل بيظهروا، الإعدادات والأدوات. تعالوا نشوف في ماذا يوجد في الإعدادات. نضغط على الإعدادات. في الإعدادات بيديك فرصة إنك تتحكم في اللغات، إظهار نتائج بحثية أو إخفائها، بحث متقدم، سجل البحث بتاعك السابق بتجده كله يعني من إلا لو حذفته. لاحظ سجل البحث. قبلها نتكلم أول حاجة نتكلم عن البحث المتقدم. ضغطت على البحث المتقدم. البحث المتقدم دائما في جوجل انا ممكن ابحث عن بطريقه بحث متقدم، وحوريك كيف ما تستخدم البحث المتقدم منك تحفظ اشياء معينه. البحث المتقدم انا داير ابحث عن الخرطوم نفسه. هنا ضع الكلمات بالكامل بين علامتي الاقتباس، يعني الحاجه اللي داير تبحث عنها بالكامل ممكن تضعها هنا. مثلا داير ابحث عن الخرطوم محتوي على أم درمان، يعني النتائج بتاعة البحث تكون فيها الخرطوم وأم درمان، أو النتائج بتاعة البحث فيها الخرطوم ومعاها إنها بتتكلم عن عاصمة السودان. بعدين نحن في البحث المتقدم، البحث بدون استخدام البحث المتقدم ممكن نستخدم علامتي الاقتباس بس ونضعها في عاصمة السودان. أي كلمة من هذه الكلمات أور، يعني داير مثلا أكتب كلمة أور أو أكتب بحري أو أم درمان أو الخرطوم، حيبحث عن النتائج تحت البحث اللي فيها الخرطوم ظاهرة ليك، وفيها إما كلمة بحري أو أم درمان أو الخرطوم، استخدمت كلمة أور. لا شيء من هذه الكلمات دايرة ما تحتوي على أم درمان اللي هي بيستخدم على مقناطيس، أنا بس بكتبها هنا في الصندوق ده، أكتب أم درمان، يبقى حيبحث عن كل نتائج البحث يظهر ليك اللي فيها الخرطوم ما عدا اللي فيها كلمة أم درمان. أيضا ممكن أبحث لتواريخ، اقول داير المقالات والاشياء اللي ظهرت في تتحدث عن الخرطوم من
سنة 2000 وحد سنة 2020. لاحظت هنا في البحث المتقدم، يعني دي في استمارة للبحث المتقدم المتغطى عليه، بتملاها عشان نتيجة البحث بتاعتك تكون ضيقة، بتملاها بحيث تحدد الكلمة أو العبارة بالكامل اللي عاوزها تظهر ضمن نتائج البحث. أي كلمة من هذه الكلمات بأور، لا شيء من هذه الكلمات دايرة هنا، يعني مثلا داير تبحث عن الزراعة في السودان ما عدا منطقة الخرطوم، فافتضح هنا الخرطوم ضمن الأشياء اللي ما دايرة تظهر ضمن نتائج البحث. ممكن نضيق نتائجك عن طريق اللغة، داير البحث يكون بيات لغة بس يظهر لك النتائج، مثلا اخترت اللغة العربية هيظهر لك النتائج تحت البحث فيها المنشور أو المقال باللغة العربية. أيضا المنطقة، أيضا المنطقة، فدير تبحث في أكو منطقة في أثيوبيا، في السودان، في غيره، الناس المضيفين لها. آخر تحديث بنفس المستوى، العبارات التي تظهر، أبحث عن العبارات في الصفحة بأكملها أو عنوان الصفحة أو عنوان الويب، ممكن تكتب عنوان الويب معين. البحث الآمن، إخفاء النتائج الإباحية، أو ممكن تعمل إثارة. نوع الملف، ده نوع الملف نحن هنستخدم الامتدادات دي يا جماعة بعد شوية لما أقول لك. أنت ممكن ما تتعب وتدخل للبحث المتقدم، لا، أنت بس في المربع بتاع البحث ده بتكتب كلمة الخرطوم معاه امتداد الملف، كلمة الخرطوم معاه امتداد الملف. امتداد الملف مقصود بيه شنو؟ يعني أي، لو أنا عملت برنامج ملف اسمه علاء الدين في الإكسل، وتاني عملت ملف في الوير اسمه علاء الدين، وملف في البي دي إف اسمه علاء الدين، وملف في غيره من الصوتي اسمه علاء الدين، هو الجهاز حيقبل كل الأسماء دي وما حيقول لك الملف ده مكرر. ليه؟ لأنه لما تعمل ملف في الوورد اسمه علاء الدين، هو حيعمل علاء الدين دوت دوكمنت دي او سي، يضيف امتداد البرنامج اللي هو الوورد. لما تعمله في البي دي اف او الادوب اكروبات، هو حيضيف الملف علاء الدين دوت بي دي اف. بنفس المستوى لما تعمله في غيره من البرامج، يعني حتى في جوجل ايرث الامتداد بتاعه زي ما شايفين الكي ام ال او كي ام زد، اما لما تعمل علاء الدين ملف في الاكسل فهو الامتداد بتاعه هيكون شنو؟ اكس ال اس زي ما ظاهر معاك في الصوره. لما تعمل علاء الدين في البوربوين امتداده بيكون بي بي تي. يبقى لو دار ابحث عن ملف اسمه الخرطوم ويكون بوربوين عرض، بكتب الخرطوم بي بي تي، ملف مستوى في الويب بكتب دي او سي، والتنسيق بتاعه او ملف فلاش اسمه علاء الدين بيصير معاك علاء الدين، واكتب اس دبليو اف اذا دايره فلاش. وضحت الصوره؟ ده البحث المتقدم. ايضا لو جرح حقوق الاستخدام، النتائج تحت البحث تظهر للكلمات المقالات الوردت فيها الخرطوم، المعطية فرصة بس يعني للمشاركة، عندها تقييس مفتوح. طيب وبعد ذاك بطلت على كلمة البحث المتقدم، بكون جبت النتائج بشكل دقيق. طيب في البعض ما حاب يستخدم يملى الفورم البيانات دي كلها، فهيقوم يستخدم شنو يا جماعة؟ الفكرة اللي قلناها قبل شوية، كتبت الخرطوم طوالي، تضيف معاها اسم امتداد الملف، تضيف دي او سي، دي او سي داير النتائج شنو؟ بتكون ويردي بس دوكمنت عشان اشيل واعمل منها البحث بتاعي، اعمل منها العرض بتاع البوربوينت. ضغطت انتر، لاحظتوا دي النتائج اللي هي مستندات دوكمنت ظهرت معي. لا، انا عاوز الخرطوم ويكون ملف بتاع بي دي اف شكل كتاب عشان استفيد اكثر من المعلومه. ولو داير لاحظ الخرطوم بي دي اف، ممكن تعمل
تضغط على أي ملف من الملفات دي، بيتكلم عن الخرطوم مثلا، ملف دور الجامعات السودانية في بناء مجتمعات المعرفة. لو أنا ضغطت عليه طوالي حيعطيني فرصة إنه يبدأ يحمل الملف أو يدخل للموقع، وبعد ذلك يقول لك داونلود وتعمل تحميل ليه. ممكن يعطيك إعلانات طبعا وغيره. طيب إذا أنا عاوز ملف عن الخرطوم فلاش بنفس الطريقة، بدخل في هذا الملف، إذا دايره ملف وورد اكزيت اكس ال اس وبضغط انتر، بيظهر معي إذا كان الملف اللي هو امتداده اكزيل إذا كان موجود. طيب بنفس الطريقة أنا ممكن أدخل اسم امتداد الملف للملفات، الصورة ممكن تكون بي ان جي امتدادها، وأضغط انتر. لاحظوا الصور بدأت تظهر، دي صور كلها صور، حتى لو كان جوا الويكيميديا هنا حتلقى الصورة في الداخل. طيب داير فوتوشوب امتداد بنفس الطريقة، جي بي برضو الصورة عند امتداد ثاني جي بي اي جي، برضو ده امتداد للصور. لاحظ الصور بتاعت الخرطوم بنفس الطريقة اللي اتكلمت عنها، ممكن تحررها وتعمل لها غص وتعمل لها تشتغل عليها او تكتب عليها، بعد ذلك تضيفها للعرض بتاعك بتاع البوربوينت كأستاذ في الجامعة او للمنصة بتاعت التعليم الإلكتروني الخاصة بك. ايضا ممكن ملف يكون صوت ام بي 3 او AVI او GIF او CSS او زيب، ملف مضغوط او ملف بتاع فلاش زي ما قلنا SWF او ملف تكست فقط TXT. طيب تعال نشوف ملف ام بي 3 برضو، يعني وفي ملف ام بي 3، لاحظ ام بي 3 ملف ام بي 3 الخرطوم، اضغط انتر، كتبت ام بي 3 ضغطت انتر، هيديني شنو؟ الخرطوم بس اغاني. لاحظ هنا اغنيه الخرطوم ام بي 3 لعبد الكريم الكعبي، اغاني في الخرطوم ام بي 3، اغنيه الخرطوم ام بي 3. يعني لما نسمع كلمه في دي اف وام بي 3 وواف وجي بي اي جي، دي امتدادات يا جماعه للتطبيق العمل الملف. فانت لو عاوز تصليها مباشره ممكن تكتب بس الحروف بتاعته في الصندوق العادي بدون ما تتعب تمشي لصندوق البحث. لاحظ هنا الخرطوم ام بي 3، لاحظ هنا اول خيار كانت اغنيه لعبد الكريم الكابلي، اغنيه لعبد الكريم الكابلي، ممكن تعمل لها داونلود، ممكن تستمع لها مباشره، ما اعرف هتظهر معاكم الصوره الصوت. دي بنفس الطريقة لما تستخدم غيره. لاحظ الطريقة الثالثة للبحث، أنا داخل موقع معين بكتب، يعني نحسن في الموقع بتاع الاغاني ده دخلته، ممكن اكتب وردي واضغط انتر، يعني بحث جوه البحث، يعني انت قاعد جوه موقع معين، اي موقع يصمم ويكون على شبكه الانترنت، بتجد في الاعلى صندوق بتاع بحث، بيبحث لك مش في جوجل كلها، بس بيبحث لك في النتائج بتاعت اللي هي شنو؟ النتائج بتاعتك الداخليه. لاحظ انا كتبت وردي نفس الطريقة، يعني أنا ممكن أكون داخل موقع وأبحث وأجد النتائج بتاعت البحث بتاعتي. لاحظ طبعا معاكم الأستاذ علاء الدين عبد الوهاب ضمن سلسلة محاضرات التعليم الإلكتروني. اليوم الأستاذ متغيب، قلنا ننشط بدون تحضير بدون سلايد ونتكلم عن البحث والبحث المتقدم اللي بيحتاجوا له الأساتذة في تحضير المحاضرات. ودي وضحنا اول حاجه طريقه البحث المتقدم بالفورم وادخل البيانات، قبليها وضحنا
طريقة البحث بإنك تكتب في صندوق البحث الكلمة اللي عاوز تبحث عنها، بعد ذلك تغير الكل وفيديو صور الأخبار، عندنا هنا المزيد. بعد ذلك أيضا وضحنا بامتداد اسم الملف، أكتب اسم الملف بتاعي الخرطوم MP3 زي ما وضحت، الخرطوم دوكمان DOC PDF بوربوينت، في ناس بيحبوا يكونوا دارين شرائح جاهزة، لكن أهم حاجة نهتم بالملكية الفكرية ونكتب المرجع، ما نسرق العرض بتاع السلايد الجاهز للخرطوم PPT. طيب ما في ناس نزلوا، نعمل التعليم الإلكتروني، ده ليه ملف بتاع التعليم الإلكتروني بيكون جاهز، عرض بتاع بوربوين التعليم الإلكتروني، شايف PPT يا جماعة، ما ننسى PPT، الناس دارين عروض بتاع بوربوين التعليم الإلكتروني، ونضغط إنتر، لاحظ النتائج تحت البحث، دي ملفات بتاع التعليم الإلكتروني PPT بشكل سهل، بوربوين كمية آلاف 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 مؤلفة في التعليم الإلكتروني الأولى، ضغطنا على الخيار الأول ممكن نشاهد العرض بتاع البوربوين الأول عن التعليم الإلكتروني. في حيل كثيرة جدا نحن ممكن نستخدمها ونستفيد من الجزئية بتاعت الكتابة، مثلا تتذكروا في البحث المتقدم في الفورم اللي كنا بنملاها، كنا بنملى فورم فيه بيانات كثيرة، لا أنا ممكن اتذكر الكلمات الزمان واكتب الامتداد بتاع الملف، كده بيريحني من نوع الملف، او اكتب كلمه فايل تايب ونوع الملف PDF دوكمان غير في الموقع بتاع البحث، جنب كلمه قريبه من كلمه التعليم الالكتروني. طيب ايضا التقنيات الناس ممكن يستفيدوا منها، دائره التعليم الالكتروني بشرط يكون متحدث لي عن كلمة معينة وردت، اللي هو مثلا بيستخدم علامتي اقتباس الأعلى، العلامة بتاعت الاقتباس دي، ودايره يتكلم لي عن المفاهيم، لازم ترد في نتائج البحث كلمة مفاهيم، الحاجة اللي عاوزة ترد ضمن نتيجة البحث أعملها بين العلامتين بتاعين الاقتباس دي وأضغط التعليم الإلكتروني، كده تجد إنه اغلب النتائج تحت البحث بتتكلم عن الاساسيات والتعريف والمفاهيم وغيره. ايضا لو داير مثلا داير يتكلم عن التعليم الالكتروني ما عدا الموديل، فبعمل ناقص وبكتب علامه الناقص دي، اي نتيجه بتاعت بحثي فيها الموديل ما حيجيب لك ضمن النتائج تحت البحث، يلا الماينس دي بتريح من الحته دي، اما الزايد معلش هناك في هناي، لكن الزايد فبنفس الطريقه التعليم الالكتروني بنتائج المودي، لاحظتوا؟ طيب ثاني ممكن نضيف افكار جديده تساعد الناس في عملهم، في أشياء كثيرة ممكن نبحث عنها نجدها في الفيديوهات بتتكلم عن البحث المتقدم، مثلا لو عاوز عندك موقع وعاوز بحوث نتائج البحث تكون لموقع مشابه للموقع ده في محتواه، فبتكتب related نقطتين فوق بعض والموقع بتاعك الأساسي عشان يديك مواقع بتاعت بحث شبيهة بيه، مثلا انت داير موقع داخل في موقع بتاع كتب ودير مواقع بتاعت كتب شبيهة لنوع الكتب انت اللي بتبحث عنها، تكتب بس كلمة related وتجد النتيجة مشابهة لتلك المواقع، كلمة file type ونقطتين فوق بعض بيديك نوع الملف مثلا PDF document اي نوع انت دايره. طيب انا لو داير التعليم الالكتروني وداير define بس تعريف له، ممكن اكتبه بالعربي او الانجليزي،
اكتب ديفاي ونقطتين فوق بعض وانتر، تجد هو مركز بس على التعريفات. يعني تجد واحد هو محتاج بس تعريف، ويقوم استاذ ويقوم يبحث عن يكتب نتائج تظهر له نتائج بالالاف، ويبدا يتحرك تحت كمان وغيره. لا، انت ما دام داير تعريف اكتب ديفاين بس، هيديك المفاهيم والاساسيات للتعليم الالكتروني. واحد هو داير موضوع يشيل منه كلمات، يكتب كلمه دوكمان او بي دي اف، وبعد ذلك يبدا ينسخ ويرتب المقال او العرض بتاعه. ما ننسى يا جماعه نهتم بالملكيه الفكريه، ونحفظ الرابط ونضيفه بعدين للمراجع بتاعتنا عشان ما نعتدي على الملكيه الفكريه للكتاب او الناس الناشرين. طيب، في خيار طريقه بتاع البحث ثانيه، انا ممكن ابحث التعليم الالكتروني بس في واحده من المواقع بتاعت البحث، يعني مثلا نصي، دار التعليم الالكتروني نصي، فبكتب مثلا واحده من المواقع اللي بتوفر معلومات وغيره، الويكيبيديا. ناس الويكيبيديا دي امس ومبارح محتفلين بعيد ميلادهم ال20. لاحظ هنا حيديك نتائج البحث اللي بتتكلم عن التعليم الالكتروني وين؟ جوا موقع ويكيبيديا. هنا عندنا في السودان ويكيميديا السودان طبعا كمان. طيب، لاحظتوا؟ كلها في الويكي او الويكيميديا. فالويكيميديا مريحه ليه؟ انا ممكن ابحث عن التعليم الالكتروني واكتب كلمه ويكيميديا واجد، شايف المقالات هنا في الويكيميديا بتكتب كيف؟ والمراجع، بيشار للمراجع المقالات، واي واحد استاذ ممكن يكون يعمل حساب في الويكيميديا او الويكيبيديا ويساهم في اضافه المحتوى لشبكه الانترنت عن طريق حسابه، بيحطوه نجوم وغيره وغيره، بينتقل من درجه لدرجه لدرجه محرر وغيره. لاحظوا هنا عيد ميلاد ويكيبيديا، بفضلكم اصبحت 20 عاما من المعرفه الحره، الشعار بتاعه. هنا ممكن عادي انا اقوم اخذ نص معين تعريف، اعمل له كوبي، وبعد ذاك نسخ كوبي، بعد ذاك امشي اعمل له بيست في العرض بتاع الباوربوينت بتاعي. ما ننسى المراجع نذكرها عشان ما نعتدي على الملكيه الفكريه. ايضا من المواقع الجميله جدا جدا بتوفر لك نصوص تاخذ منها غير ويكيبيديا، يتذكر الاساتذه نتذكر ويكيبيديا، نكتب الموضوع ونكتب ويكيبيديا، هتلقوا نتائج بتاعت بحث نصيه تستفيدوا منها في عروض الباوربوينت بتاعتكم او التجهيز للمحاضره. طيب، موضوع، انا ما بعرف الموقع مثلا، انا ما بعرف الموقع بتاع الموضوع ده، فمجرد ما اكتب التعليم الالكتروني موضوع، هو نفس فكره بالعربي، نفس الفكره بتاعت ويكيبيديا. لاحظتوا التعليم الالكتروني في موضوع، موضوع ده اكبر موقع عربي بالعالم، ايضا ممكن تشارك فيه باضافه المحتوى، وممكن تبحث داخله ايضا عن نتائج اخرى. في قلنا اي صندوق البحث ده داخل اي موقع. لاحظوا هنا التعليم الالكتروني، لاحظوا شوف المواضيع كيف هنا مرتبه كيف. انا ممكن اعمل نسخ للجزئيه دي، التعليم الالكتروني، يعتبر التعليم الالكتروني من الطرق والوسائل التي تدعم العمليه التعليميه وتحول التعليم الى طور الابداع وتنميه المهارات والتفاعل من طور التلقين، ويعرف بانه نظام تعليمي تفاعلي يقدم للمتعلم باستعمال تكنولوجيا. اعمل لها كوبي واوديها العرض بتاع الباوربوينت بتاعي. ما ننسى بعدين نضيف المراجع زي ما قلنا عشان ما نعتدي على الملكيه الفكريه. ممكن نحفظ السايت اسمه هنا موضوع، لو لاحظتوا MAWDOO.com، يعني ممكن مباشرة انت تدخل للسايت بتاعه وتسجل فيه عشان ما تحتاج كل مرة تكتب كلمة موضوع. موضوع اكبر موقع عربي، وتعمل حسابك، حساب فيه، انا عندي حساب، اي وقت داير ابحث عن معلومة مثبتة على سطح المكتب في الجوجل بلاي، ايضا في الجوال ممكن تثبت موضوع. لاحظ المواضيع اللي في موقع موضوع اكبر موقع عربي، لاحظوا، لاحظ
دي كلها مواضيع مفهرسة، الزواج والحب، حيوانات ونباتات، في التعليم، في الجغرافيا والتاريخ وشخصيات تاريخية، حضارات ولغة وغيرها، فيزياء. بشكل سهل يا جماعة، موضوع سهل علينا الأمور، هو والويكيميديا، دايرة تنمية الذكاء، مهارات إدارية، أساليب التعليم، تلقى فيها آلاف المواضيع عن أساليب التعليم، تنمية الذاكرة. لاحظوا تنمية الذاكرة، دخلت عليها حلقة مواضيع كثيرة في موضوع ما هي أنواع الذاكرة، ما هو الذكاء الاجتماعي، تمارين تقوية الذاكرة، الناس الذاكرة بتاعتهم بقت تعبانة جدا. لاحظ، ندخل على تمارين تقوية الذاكرة، هنا حيديك التمارين كيف تقوي الذاكرة بتاعتك، والتمارين بتاعت تقوية الذاكرة. أنا من 2002 بدرس في الجامعات، يعني دايما نقول للطلبة ابحث لي عن موضوع، هو الموضوع اللي بيجيبه لك يجيب لك محتوى مختلف، هو بياخذ اول نتائج وما بيستخدم امكانيات بحث يعني الجوجل ما غلطان، الغلطان اليوزر، الامكانيات بتاعت بحثه ضعيفه. يبقى دائما يا جماعه الناس يطوروا انفسهم، ندخل ليوتيوب ونكتب امكانيات البحث المتقدم حيل في جوجل، تجد الاف النتائج تحضرها، تحضر بشكل كويس، لانه انت مجال التدريس الجامعي بيحتاج الواحد على طول، هو بيدرس وبيطور نفسه وبيحتاج يضيف ملفات. إن شاء الله المحاضرة تكون مفيدة للجميع. أخذنا عدد من الحيل، عدد من الأساليب للبحث. لازم حسابك يا جماعة تكون داخل في جوجل عن طريق حسابك، عشان لو احتجت أي شيء تعمل إضافة. لاحظ هنا أنا عامل إضافات وهنا مفضلة بتاعتك، بتضيف مثلا داخل في موضوع معين بتاع تعليم الكتروني، حلو لقيته، اضغط على النجمه دي عشان اضيف في اي وقت استطيع ارجع له، اعمل بوك مارك اديت سميته، ممكن اضيفه هنا في الفولدر انا اللي عامله هنا، او اعمل لي تعليم الكتروني مواقع. لاحظ انا من 2000 يعني بضيف كل مره بفهرس، لو انت ما لقيت اسمي شوز اعمل نيو فولدر، وفي النيو فولدر اضيف الرابط ده، كل ما اجي التعليم الالكتروني ممكن ادخل للبوك مارك بتاعتي في اي وقت، يا هذا بوك مارك هنا موجوده، لاحظته انا عندي، لاحظ مرتب امورك في اي وقت، ممكن تلقى البوك مارك بتاعتك وتلقى مواقع بتاع التعليم الالكتروني، مواقع لانزال برامج وكراك وغيرها، لتحميل الفيديوهات من اليوتيوب، دي مواقع انا ممكن اكتب كلمه، لاحظت الحته دي، فلما ندخل من الحساب بتاعي الامور بتكون سهله. نحن في محاضره حنتكلم فيها عن الملفات النصيه دي بعد ما اخذناها، كيف نعالجها عن طريق البوربوين او عن طريق الادوب اكروبات، حنوضح البرامج دي ايضا في ضمن سلسله محاضرات التعليم الالكتروني الايام القادمه. لو انا نزلت فيديو او صلحت فيديو وبعد ذاك عاوز يشتغلوا على الجوال، اعمل له منتجه بالكي ماستر وبرنامج التوب، ايضا عاوز يشتغلوا على اليوتيوب، معلش على اللابتوب، في برنامج الكامتازيا والبرنامج بتاع الادوب بريمير، دي التوب لليوتيوبرز، ممكن تحرر وتضيف زي ما عاوز، نحن هنشتغل عليهم. تلقى شباب صغار عنده قناه على اليوتيوب، عامل درس وكل ما يأشر إشارة بينزل صورة، بينزل فيديو، بيكتب نص، بيعمل انتقالات، تأثيرات على الفيديو بتاعه بشكل حلو. نحن إن شاء الله حنمر ضمن سلسلة محاضرات التعليم الإلكتروني على هذه البرامج وندرسها، الكي ماستر، الكامتازيا، الأدوب برومير. أيضا المحاضرة الجاية إن شاء الله بإذن الله حنتكلم عن كيف تنشئ قناة على اليوتيوب وتضيف المحتوى بتاعك. ما تنسى نضيف، نجد كل الروابط للمحاضرات المسجلة دي على اليوتيوب، القناة بتاعتنا، الصفحة بتاعت التليجرام وغيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الدين عبد الوهاب معاكم، ونعطي فرصة للمشاركين للأسئلة والاشتراك بالسؤال والاستفسار. مرحبا بكم.